في عندنا حاجه تانية برضو في البين فورمينج اسمها جريتنج لوب. جريتنج لوب دي جايه نتيجه لايه؟ جايه نتيجه ان انا عندي يعني انا باسيوم مثلا في كل الحاجات اللي كنت بتكلم عليها قبل كده ان انا عندي هنا الترانسديوسر بتاعي دوت ده عباره عن حاجه واحده كانه حته واحده. يعني لما كنت بكبر عدد الاليمنتس كنت بقول ان الويث بتاع الترانسديوسر بتاعي كبر بقى ايه بقت كبيره. بس اكشوالي في حاجه مهمه جدا نشأة نتيجه لان انا بتكلم على ان الحاجه اللي انا ببعت بيها وبستقبل بيها دي عباره عن مجموعه حاجات مش حاجه واحده. اوكي؟ فمجموعه الحاجات دي اللي بيحصل منها ان ممكن في دايركشنز معينه يبقى لها كونستراكتيف انترفيرنس مع بعض. اوكي؟ فالكونستراكتيف انترفيرنس اللي جاي مع بعضه ده دي بنسميها الجريتنج لوبس. دي بيبقى لها برضه مين لوب، يعني كل واحده من الجريتنج لوبس لها مين لوب ولها سايد لوبس. يعني المين بيم ده بيبقى فيه مين لوب وسايد لوب زي ما احنا شفنا قبل كده، وكل واحده من الجريتنج لوبس دي برضه نفس الكلام. اوكي؟ فبيبقى في عندنا فيرست اوردر اللي هي اول واحده وسكند اوردر وهكذا. الفكره في ان زي ما كنت بقول كده ان انا ممكن ان انا الحاجه اللي جايه لي من هنا ومن هنا يعني من دايركشن معين يبقى في كونستراكتيف انترفيرنس يحصل لي بين الحاجات وبعض، بين البالسز اللي جايه لي وبعض. اوكي؟ يبقى مثلا لو فرضا في عندي هنا ثلاثه بالسز او ثلاثه بيريدز يبقى ممكن انها تبقى في يعني تو بيريدز منهم يبقى في بينهم بعضهم كونستراكتيف انترفيرنس فيطلع لي جريتنج لوبس اللي موجوده عندي هنا. طبعا هي بيبقى الامبليتيود بتاعها بيبقى اقل من المين لوب، بس دي فيها خطوره شديده. ليه بقى؟ اللي ممكن تظهر لي اكن في ستراكشر جاي لي في الاتجاه ده او موجود في الاتجاه ده وهو ما يكونش له وجود خالص اساسا. اوكي؟ او بمعنى صح ان انا ممكن ان انا يبقى اشوف مثلا في الصوره بتاعتي في الخط ده اشوف خيال او اشوف يعني جوست كده لحاجه موجوده في اتجاه تاني. اوكي؟ لو انا عندي حاجه في اتجاه بتاع جريتنج لوب، لو فرضا عندي حاجه هنا في الاتجاه ده او حتى في الاتجاه ده والحاجه دي كان ريفلكشن بتاعها كان عالي، انا هشوفها هنا اكنها في المين لوب او في النهايه في المين بيم نتيجه لان هي فعليا يعني الانتنسي بتاعتها اللي جايه لي هتبقى مش قليله. اوكي؟ فهتخيل انها موجوده في الدايركشن ده رغم ان هي موجوده في دايركشن تاني. فدي بتعمل لي حاجه زي شويه جوستنج كده موجوده عندي في الصوره، وده ممكن يبان لنا واحنا بنحرك البروب، يعني يبان لنا اذا كان هو حقيقي ولا مش حقيقي لما بنحرك البروب في كذا اتجاه بيبان لنا اذا كان ده فعلا جاي لي من الجريتنج لوب دي او مش جاي لي من الجريتنج لوب دي. في كل الاحوال الحقيقه بيبقى في عندنا كونديشن للمسافه اللي بين الترانسديوسرز وبعض دي بحيث ان انا اضمن ما يبقاش في جريتنج لوبس خالص. يعني الانجل دي نفسها بتعتمد على المسافه اللي بين الانتر اليمنت سبيسنج المفروض هنا بكام ريليتيف للويف لينث بتاعي. اوكي؟ فانا ممكن ان انا ديزاين المسافه اللي بين الاليمنتس وبعض انها تكون صغيره كفايه بحيث ان ما يبقاش تقريبا في اي جريتنج لوب خالص. اوكي؟ طبعا احنا ما نقدرش نخلي مسافه صفر. ليه؟ لان انا عندي هنا مشكله في الترانسديوسرز دي ان كل واحده فيهم بتبقى اكسايتد اندبندنتلي. فلما تكون اكسايتد اندبندنتلي معنى كده لو انا لازقها في اللي جنبيها هنا هيبقى في هنا ميكانيكال كابلنج بين الاثنين دول. يعني ايه ميكانيكال كابلنج؟ يعني دي نتيجه انها تتحرك هتحرك اللي جنبيها كمان. فانا دايما بمنتين لازم يبقى في مسافه بينهم، والمسافه دي احاول اعزلهم عن بعض يبقى في عندي ميكانيكال ايزوليشن هنا مناسب بحيث ما يبقاش في كروس توك بين الايه الالمنتس وبعض. فانا عندي يعني عندي تريد اوف، يا اما يعني لما صغر دي بحسن الجريتنج لوبس بس بوحش الايه كروس توك. اوكي؟ كروس توك بتون الالمنتس بيبقى عالي، لما بكبر دي جريتنج لوبس بيبقى كبيره والايه كروس توك بيبقى قليل. فلازم اعمل تريد اوف بتون الاثنين كده او كومبرومايز بتون الاثنين عشان احصل على حاجه جريتنج لوبس فيها تبقى ما لهاش قيمه، يبقى الانجل بتاعتها كبيره كفايه، يعني يبقى اول واحده تبقى هنا مثلا يبقى مور لايكلي ان ما يجيش منها حاجه عن حاجه زي كده. اوكي؟ وفي نفس الوقت يبقى المسافه دي كبيره كفايه ان يبقى ايه؟ ان يبقى الميكانيكال كابلنج هنا معدوم فيبقى كروس توك هنا اقل ما يمكن.